بعد 5 سنوات من الحرب الشاملة في اليمن، جاء أحدث بيان للمفوضية السامية لحقوق الإنسان خالياً من معطيات ذات قيمة تتفق مع التداعيات الخطيرة لهذه الحرب. تحالف من 3 منظمات حقوقية يمنية عزى في بيان تعقيبي على بيان لمفوضة حقوق الإنسان سبب عدم بلوغ المنظمة هدفها إلى وجود مكتب المفوضية في صنعاء فقط، بفريق عمل محلي يعمل وفق شروط ميليشيا الحوثي التي منعت مدير مكتب المفوضية من دخول صنعاء. ما زلنا نطالب المفوضية بتحقيق الأهداف التي أنشئ موجبها مكتبها القطري في اليمن من خلال تواجدها بكل اليمن في محافظات تعز وعدن وحضرموت وليس في صنعاء فقط، لكي تتمكن من القيام بأعمالها بحيادية. في بيان المفوض السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه الذي وزع على هامش الدورة 43 لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة في جنيف، والذي عقب عليه بيان المنظمات الحقوقية اليمنية، أورد البيان أرقاماً شبه متواضعة عن ضحايا الحرب، بإشارته إلى أن عدد القتلى المدنيين وصل فقط إلى 7734 قتيلاً مدنياً وأكثر من 12,000 مصاب منذ 2015 وحتى اليوم. البيان أفاد بأن المنظمة تأكدت من مقتل 74 شخصاً بينهم 43 طفلاً وإصابة 107 آخرين خلال الشهرين الأوليين من هذا العام. اللافت في البيان أنه أقر بأن أعلى معدل لاستهداف المدنيين سجل خلال العام الماضي في محافظة الحديدة، حيث يجري تنفيذ اتفاق ستوكهولم، وذلك بما يصل إلى 102 من القتلى المدنيين بالإضافة إلى 310 جريحاً. البيان سلط الضوء على الانتهاكات التي يتعرض لها أطفال اليمن في صيغة تعميم وزعت المسؤولية على جميع الأطراف، حيث أكدت المفوضة السامية أنه لم يعد بالإمكان استخدام مدرسة واحدة من كل 5 مدارس كنتيجة مباشرة للصراع، بالإضافة إلى أن هناك 2 مليون على الأقل من الأطفال خارج المدرسة، فيما جرى توثيق 21 هجوماً على المدارس خلال العام المنصرم. جاء بيان المفوضة السامية متواضعاً لجهة تناوله لموضوع الاحتجاز التعسفي الذي انحصر وفقاً للبيان في نحو 2654 حالة فقط منذ العام 2015، بما في ذلك 179 طفلاً بالإضافة إلى 79 حالة اختفاء قسري. البيان أفاد بمقتل 26 صحفياً وإصابة 44 آخرين واحتجاز 173 وإغلاق 22 شبكة إعلامية خلال سنوات الحرب الماضية، دون أن تنسى المفوضة السامية في بيانها أن تعبر عن القلق حيال المحاكمة التي يخضع لها 10 صحفيين عبر قضاء الميليشيا في صنعاء.